زيارة غير المسبوقة لوزير الخارجية الأمريكي لمستوطنات في الضفة والجولان ودعمه لها، حيث أدانت الرئاسة الفلسطينية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة بسغوت. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا إن هذا القرار تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالا لقرارات الإدارة الأمريكية التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن هذه الخطوة الأمريكية لم تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا. في وقت سابق اليوم الخميس زار بومبيو مستوطنة بسغوت، وقال خلال تفقدها إن بلاده قررت عدم وسم وتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية، سيتم تعريفها على أنها صنعت في إسرائيل، وهي خطوة لدعم الاحتلال سبقتها أخرى في نوفمبر من العام الماضي اعتبرت فيها الولايات المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر قانوني. ومن المقرر أن يزور بومبيو أيضا مرتفعات الجولان السورية المحتلة التي اعتبرها ترامب جزءا من دولة إسرائيل. أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن الدكتور إبراهيم حمامي الكاتب والباحث الفلسطيني، أهلا بك معنا دكتور. دكتور إبراهيم، يعني أبدأ معك من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأشهر الأخيرة في الحقيقة من ولاية دونالد ترامب وإعلان دعم المستوطنات، أي رسائل يحملها بومبيو في هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك من جديد ولكل المشاهدين الكرام. شكرا. يعني حقيقة كما تفضلت في مقدمتك عن حول هذا الملف تحديدا، أنه منذ العام الماضي اعتبرت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أن المستوطنات قانونية وأنها شرعية، وبالتالي هذه الخطوة استكمالا لما تم قبل عام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهي الآن ولايته بعد خسارات الانتخابات حتى هذه اللحظة، طبعا لم يفعل شيء، يحاول بكل الطرق وكل وسائل خلال الفترة المتبقية له، وهي فترة يعني أقل من شهرين، إلى أن يكمل ما بدأه من تقديم كل شيء للاحتلال الإسرائيلي. يعني خلال تلك الفترة عين 3 أشخاص أمسكوا بالملف الفلسطيني أو الملف الإسرائيلي كما يحب يسميه البعض، وهم الثلاثة هم من عتات الصهاينة، ليسوا فقط يعني من 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 الديانة اليهودية، وليسوا فقط صهاينة ولكن من عتات الصهاينة، فريدمان وغرينبلات وكوشنر. وبالتالي هو من بداية يعني إدارته وهو قد سلم الملف بالكامل لتصفية القضية الفلسطينية، ويحاول الآن إكمال واستكمال ما بدأه خلال الفترة هذه، يعني اعتبارا أن المصنوعات صنعت في إسرائيل وبالتالي المستوطنات شرعية وكان جزء من دولة إسرائيل. الجولان كذلك الأمر، وربما ستتخذ خطوات أخرى خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة. العالم كله يترقب، لو دخلنا الآن على موقع CNN على سبيل المثال، العنوان الرئيسي هو الخوف مما قد يفعله أو من القنابل التي سيلقيها ترامب خلال الفترة المتبقية له من رئاسته، ليس فقط في الملف الفلسطيني ولكن في الملف الإيراني، في ملف الصين وغيرها. هو الآن يحاول خلط الأوراق بشكل كبير جدا، ويحاول بكل الوسائل أن يترك بصمة سيئة ربما في العالم لما يقوم به واستكمال ما بدأه. ما هو الأسوأ الذي يمكن أن يفعله ترامب في الأيام الباقية له دكتور؟ إشعال المنطقة، أي ضربة نحو إيران، واستمعنا اليوم إلى رئيس القائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس القوات المسلحة الإيرانية يقول أنه لا مجال جغرافي للرد الإيراني حال تعرضت لاعتداءات، أي أن إيران تقول أن ستوسع نطاق المواجهة وليس فقط في حدودها. وبالتالي ترامب واستقالة أو إقالة وزير الدفاع كانت بشكل واضح جدا أنه طلبوا منه خطط لضرب إيران في الفترة المتبقية، ضرب المواقع النووية، ضربها ضربة قوية جدا، ربما سيكون هناك رد. ونحن نعرف أن أذرع إيران في المنطقة العربية للأسف الشديد ممتدة بشكل كبير جدا، سيشعل تلك المنطقة ولا مشكلة له في ذلك. أيضا محاولة خلق مواجهة اقتصادية ربما، وقد تكون أيضا مواجهة عسكرية في بحر الصين الجنوبي مع الصين. هو يحاول. طيب، ولكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما الذي يمتلكه ترامب كي يفعله؟ ما هو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث؟ الأسوأ قد مر حقيقة عندما اعتبر أن القدس عاصمة للاحتلال، عندما اعترف المستوطنات بأنها قانونية وشرعية واعتبرها كذلك، عندما يؤيد ضم الضفة الغربية من خلال صفقة الطيران حتى وإن لم تتم، ولكن هذا هو برنامجه المعلن، عندما يعتبر أن كل ما يقوم بالاحتلال هو مشروع ودفاع عن النفس ويلغي حل الدولتين الذين يؤمنون به، وبالتالي لم يبقي شيء للقضية الفلسطينية. ترامب يحاول استكمال ما بدأه، خطته واضحة جدا، إنهاء القضية الفلسطينية بسحب كل الملفات وسحب كل الحقوق الفلسطينية بالكامل. هو يتعامل معها كقضية اقتصادية بحتة، أن الشعب الفلسطيني هكذا أقنعه كوشنر، يريد أن يعيش عيشة هنية، وبالتالي أعطوه شوية فلوس، أعطوه شوية مليارات ليعيش عيشة هنية وينسى حقوقه السياسية والمدنية والتاريخية والدينية والحضارية وغيرها.
طيب هل نحن أمام محاولة استنزاف الحق الفلسطيني في الأرض، الحق الفلسطيني في مقدساته قبل قدوم إدارة جديدة؟ هو الاستنزاف لم يتوقف يوما، ولكنه في عهد ترامب كان أكثر وضوحا وأكثر ربما وقاحة في العرض. يعني الاستيطان لم يتوقف للحظة واحدة، الاستيطان منذ أوسلو حتى اليوم تضاعف 4 مرات، ليس فقط في فترة الرئيس الأمريكي ترامب، ولكن كل الرؤساء اللي سبقوه. القدس كانت تقدم حيا حيا ومسكنا مسكنا خلال الفترة الماضية بغض النظر من هو الرئيس الأمريكي. بايدن أيضا من الداعمين وأصدقاء إسرائيل إنجاز التعبير، وربما سياسته تختلف كثيرا عن سياسة ترامب في ناحية دعمه للاحتلال، ولكن الفرق أن بايدن ربما سيقول أن حل الدولتين والمفاوضات نستمر كمان 10-15-20 سنة، بينما الاحتلال يقوم بقضم الأراضي والتوسع في المستوطنات وإنشاء الطرق الالتفافية والجدار الفاصل وفصل المدن الفلسطينية بعضها عن بعض وتهجير السكان وتفريق القدس من أهلها وتهويدها بالكامل. هناك الفرق الوحيد هو أسلوب المعاملة، أما الاستنزاف هو قائم ومستمر، والأسف الشديد أن من يساعد في هذا الاستنزاف هو الموقف الفلسطيني الرسمي. طيب سأتحدث معك عن الموقف الفلسطيني وعن سياسات جو بايدن أيضا. يعني يبدو أنك لست متفائلا كثيرا بهذه الإدارة الجديدة، ولكن ما يفعله ترامب الآن في أيامه الأخيرة هو فرض أمر واقع حتى لا يستطيع بايدن أن يتراجع عن هذا الكم من القرارات والاتفاقات الخاصة بالقضية الفلسطينية أم ماذا؟ نعم في الملف الفلسطيني هو كذلك، وأيضا يعني على عجالة في الملفات الأخرى يحاول فرض أمر واقع في كل الملفات الأخرى، ولكن الملف الفلسطيني تحديدا نتنياهو كان أكثر وضوحا اليوم عندما قال أنه لم يكن هناك رئيسا أعطى إسرائيل أكثر مما أعطاها ترامب، وأنه يحاول استكمال ما بدأه وأنه يشكره على ما فعله وما زال يفعله. بومبيو مقاله اليوم في الأراضي المحتلة كان أكثر وضوحا أيضا من ناحية الدعم المطلق والكامل وتبني الرواية الإسرائيلية بالكامل. هو يحاول فرض أمر واقع، ولكن أي أمر واقع يغير أمر واقع آخر، والأمر الواقع الآخر لا يغيره أو لا يأتي إلا من خلال حراك فلسطيني واضح وقوي يرفض كل ما حدث. أما أن نستمر في القول أن المفاوضات وحل الدولتين عندما لا يبقى شيء من الدولتين ولا يبقى شيء من المفاوضات، والاستمرار في نفس النهج الذي أثبت فشله من عام 91 حتى اليوم، هو طبعا تجريب المجرب، وهذا يعني خطأ. طيب، لا يمكن خطأ. هناك أصوات كثيرة دكتور إبراهيم في العالم العربي تحاول أن تتشبث بالأمل القادم على يد جو بايدن، أو هكذا يريدون أن يكون جو بايدن في الحقيقة. يعني هل ترى أن بايدن سيحمل تغييرا جذريا، تغييرا حقيقيا في القضية الفلسطينية، أم هو مجرد بعض الإجراءات الشكلية كما تفضلت؟ هو في يعني بعض الإجراءات ربما سيقوم بوقف عملية التهور اللي كان يقوم به ترامب بشكل كامل وإلغاء طرف بالكامل، سيأتي بالطرف الفلسطيني وسيبدأ مفاوضات ربما، وسيتحدث عن حل الدولتين، ولكن على الأرض لن يحدث شيء. كل الذين سبقوه ترامب أوباما، وقبل أوباما كان بوش، وقبل بوش كان كلينتون وغيرهم، هذول يعني لن يغيروا من واقع الأمر شيء حقيقة، لأنهم يسيروا على خطى معينة في الإدارة الأمريكية. ولكن في ملفات المنطقة بشكل عام، وهما سيؤثر ربما إيجابا على القضية الفلسطينية، أنه سيربما سيكون أكثر تشددا مع نظام السيسي في موضوع حقوق الإنسان، أكثر تشددا مع السعودية على سبيل المثال، التي هناك عداء واضح من بين بايدن للسعودية خاصة في موضوع شراء الأسلحة وموضوع ملف اليمني وغيره. وعندما يكون يعني هذا الواقع الجديد من خلال تحدي هؤلاء بما يفعلونه في المنطقة، سيخفف الضغط على الجانب الفلسطيني الذي يتعرض إلى ضغوطات هائلة للقبول بما يعرف سواء صفة القرن أو التطبيع الجماعي أو الرضوخ للاحتلال والاستسلام له وتجفيف المنابع وغيرها. لكن السياسة الأمريكية بشكل عام تسير بنفس الثوابت التي لديها، وهي دعم الاحتلال بشكل مطلق باعتباره قاعدة أمريكية متقدمة في المنطقة وحليف استراتيجي لا يمكن. طيب يعني في الفترة الماضية تصاعرت أصوات جماعات المعبد، هناك مطالبات ببعض الطقوس الدينية بتقسيم زماني يتعلق بالمسجد الأقصى وأداء العبادة ما بين اليهود والمسلمين. بايدن هل يمكن أن يتدخل في ذلك؟ يعني كل هذه مكتسبات ما بعد صفقة القرن ومكتسبات ما فعله ترامب، هل يمكن للرجل أن يتدخل ويوقف هذه التصرفات أم لا؟ يعني إذا سمحت لي، هي من مكتسبات إنجاز التعبير التطبيع العربي المجاني والركود نحو الاحتلال. هؤلاء الذين طالبوا بالصلاة والصلاة الجماعية والصلاة المشتركة وجهوا رسالة محمد بن زايد ولم يوجهوها لبايدن. ربما بايدن يضع بعض الكوابح يعني في هذا الأمر حتى لا يكون هناك نوع من استفزاز المشاعر وخلق الأوراق من جديد وربما انتفاضة جديدة. الوضع الفلسطيني الداخلي يغلي بشكل كبير جدا، الذي يوقف أي مواجهة مع الاحتلال هو السلطة الموجودة في رام الله والضغوطات العربية أيضا التي تحاول الضغط بكل وسائل على قبول أمر الواقع. لكن الذي طالب بهذه الصلاة تفضلت بها أستاذ جويش هو المستوطنون هؤلاء، وفي رسالة وجهها لمحمد بن زايد. للأسف الشديد الوضع العربي ليس في صالح القضية الفلسطينية الآن،
وهنا ربما يكون الفرق الوحيد أن بايدن قد يضغط على هؤلاء ولن يكون حليف لهم بالشكل الذي كان محمد بن زايد، محمد بن بن بن, بن سلمان وكوشنر على سبيل المثال. هذا قد يغير بعض شيئا، لكن على القضية الفلسطينية على الأرض لن يغير الوضع إلا الفلسطيني فقط وليس الأمريكي. وهذا هو السؤال دكتور إبراهيم، في الحقيقة أين السلطة الفلسطينية؟ يعني حقيقة السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية لا وظيفة لها إلا شغلتين يعني فقط، التفاوض حتى بدون نتيجة، لأن هذا ما يبقيها يعني كسلطة شرعية في نظر العالم، وأيضا التنسيق الأمني وهو حماية الاحتلال بشكل أو بآخر. أما دون ذلك لا يوجد أي فوائد على الإطلاق لن تجنيها، سواء من الذي حصل الأيام الماضية والقول أن إسرائيل لأول مرة تقدم التزاما كتابيا بالتزام بالاتفاقيات، ورأينا الرسالة التي حدث عن حسين الشيخ لتبر انتصار، وجمال نزال يقول صمدنا وانتصرنا وإن عدتم عدنا. رأينا هذه الرسالة لا فيها التزام ولا حديث عن اتفاقيات ولا أي شيء، يتحدث عن أموال مقاصة فقط، اعتبروا انتصار وركضوا به، واليوم كان أول اجتماع بين الطرفين، هم يحاولوا النزول عن الشجرة التي صعدوا إليها والعودة إلى المفاوضات حتى تبقيهم كحجة بأننا سلطة نفعل شيء لصالح القضية الفلسطينية. ولكن عندما تسأل أي حد حتى من جماعة السلطة، حتى أن تروجهم في لقاءات أو في ندوات أو غيرها، ما الذي قدمتموه؟ ما الخطوات التي اتخذتموها؟ حتى إلغاء الاتفاقيات التي قررتها اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية واللجنة المجالس تبعتهم، هذه كلها تراجعوا عنها، عادت الاتصالات من جديد، عادت التنسيق من جديد مقابل لا شيء. حتى الإسرائيليين نفسهم اليوم متفاجئين من ردة فعل. طيب بمناسبة يعني العودة للوراء دكتور، يعني إعادة السلطة لسفيريها للبحرين والإمارات بعد التوقيع على اتفاق التطبيع، ألا يمثل تراجع عن كل الغضب والاستياء مما قامت به الإمارات؟ مش أول مرة أستاذ الكريم، يعني السلطة الفلسطينية أو سلطة رام الله تتخذ خطوات فقط لتحسين موقفها التفاوضي فقط، هي مجرد ورقة ضغط لتحسين موقفها التفاوضي، وعندما تعود تعود المفاوضات تتراجع عن كل شيء، تراجعت عن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، تراجعت عن وقف التنسيق الأمني ولو متوقف للحظة، كان هناك اجتماع في القاهرة بين وفدي حماس وفتح وانسحب وفتح فتح مباشرة بعد مع تصريح حبيب حسين الشيخ. أيضا عندما سحبوا السفيرين في البحرين والإمارات على بحجة التطبيع، كانت هناك توجيهات وتعليمات رسمية وغير سرية يعني معلنة بعدم التعرض لا للإمارات ولا للسعودية وعدم التهجم عليهم، ولكن فقط تنديد بالتطبيع بشكل كامل. وأيضا كيف يمكن للسلطة أن تتخذ خطوات ضد هذه الدولتين في موضوع التطبيع؟ هم غارقون في التطبيع من رأسهم من أخمص قدمهم، ليس فقط تطبيع، احتضان وتقبيل وعناق وزيارات في البيوت، ويطلع محمود عباس بعد لقاء مع نتنياهو في القدس ويقول أكل سارة نتنياهو زوجة نتنياهو بأن أكل لذيذ وطيب. هذه ليست مفاوضات، هذا ليس لقاءات سياسية، هذا عناق وتآخي وشراكة كامل وأسوأ من التطبيع. ثم يلوم الآخر، لا نستطيع لوم الآخر مع أن التطبيع مرفوض بكل أشكاله وخياني ولا جدال في ذلك، ولكن من يريد أن ينتقد التطبيع عليه أن يوقفه قبل أي أحد تاني. الرسالة التي يتحدثون عنها إجت من مسؤول الحكومي عن الأراضي، هكذا يسمونها المنسق، اللي هو كميل أبو نسيت حتى لقبه، يعني لا أحد، لا حتى صفة رسمية له في الحكومة الإسرائيلية، وفرحوا به وركضوا به حتى يمارسوا ما كانوا يمارسوه خلال 30 سنة. طيب لماذا لا تستطيع السلطة الالتزام بمواقف صلبة وواضحة للجمع عملية التطبيع؟ لأن السلطة غارقة في التطبيع أولاً، ليس وظيفة أمنية حقيقة، هي وجودها مرتبط بالاحتلال. لا وجود للسلطة بدون تنسيق أمني، ولا وجود للسلطة بدون ملف التفاوض. إن انتهى التفاوض وانتهى الملف الأمني خلاص انتهت، لا وجود للسلطة حقيقة، لأنه لا سيادة لها. عندما يحتاج محمود عباس لتجديد رخصة القيادة أن يأخذ إذن الإسرائيلي، وعندما يحتاج أن يبيت في مكان معين يأخذ إذن إسرائيلي، وهو يقول بنفسه أن مجلد 18 سنة تستطيع أن توقف على أي حاجز، عن أي سلطة وعن أي سيادة نتحدث؟ هم جزء من منظومة الاحتلال وبالتالي مرتبطون ارتباط سري مع الاحتلال ولا يستطيع الانفصال عنه. سمعنا فيديو محمد شتي الذي يقول بدكم مصالح وبدكم وطن، المصالح معناها الارتباط مع الاحتلال، وبالتالي هم حتى يبررون ما يقومون به انه احنا والله بنحاول الحصول على بعض الاموال لمساعدتكم وبالتالي يجب ان نرتبط مع الاحتلال. هم جزء من منظومة الاحتلال ولا يمكن الانفصال عنها. حقيقة الفلسطيني مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى ان ينهي هذه المهزلة، هذا الذي يجري مهزلة حقيقية. من دخلوا في وهم المصالحة وقالوا هجوم مصالحة كما فعل السنوار قبل سنوات، وبدأوا في اتصالات وبدأ الحديث عن انتخابات وكذا، كلها ذهبت أدراج الرياح، مجرد مقال حسين الشيخ انتصرنا في رسالة وهمية لا تتعلق لا باتفاقيات ولا غيره. طيب، حجة اتخذوها فقط العودة إلى الأحضان الإسرائيلية. طيب، ورفض كل شيء فلسطين. ذكرت مواقف عربية كثيرة، منها مواقف مخزية للغاية، منها مواقف الإمارات والبحرين والتطبيع، ولكن هناك موقف محير حتى الآن دكتور، وهو موقف المملكة العربية السعودية الصامت في الحقيقة حتى الآن تجاه الذي يجري في مجلس التعاون الخليجي من تطبيع وتقارب مع دولة الاحتلال، لماذا؟ يعني المملكة العربية السعودية يعني أو بن سلمان تحديدا هو جزء من حراك التطبيع. البحرين تستطيع إطلاقا القيام بأي خطوة، هي جزء من الفلك السياسي السعودي، وبالتالي هي ربما اختبار مسبق لما قد يكون منه ردة فعل.
السعودية جاهزة لتطبيع وقال ترامب وقال نتنياهو، ولكن كانت تنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية. وهنا حقيقة نعطيهم يعني هذه الأمر منه كان يعني خطوة ذكية جدا، لم يتخذوا خطوة قبل الانتخابات حتى لا يتورطوا في الموضوع ويذهب ترامب خاسرا في الانتخابات. كان ينتظر نتيجة الانتخابات، لو فاز ترامب صدقني كان التطبيع سيكون في الأسبوع اللي بعده مباشرة. السعودية ربما تأتي للتطبيع بعد أن تهدأ الفوجة والهوجة وتدخل السلطة أيضا في المفاوضات من جديد، لكن محمد بن سلمان مو بهذا الأمر. هناك خطوات كثيرة تمت في اتجاه التطبيع، سواء الطيران الإسرائيلي الذي يمر فوق المملكة الآن أو من خلال الخطط مشروع نيوم وغيره، اللقاءات من أنور عشقي وتركي الفيصل وغيرهم، أو حتى اللقاءات المباشرة تحدثت عنها الكثير من وسائل الإعلام وزيارة محمد بن سلمان إلى تل أبيب كما ذكر ذلك قبل سنوات، أو لقاء الجالية أو اللوبي الصهيوني في نيويورك. كل هذه خطوات تمت على الأرض في اتجاه التطبيع. ما نراه اليوم في الإعلام السعودي تحديدا من نسف لكل أساسات القضية. بالأمس عكاظ تحدث أن المسجد الأقصى ليس في القدس ولكنه في شمال شرق مكة بين مكة والطائف، وبالتالي حتى المقدسات يتخلوا عنها الآن. تستطيع أن تنتقد الفلسطيني وتسبه وتشتمه وتنتقد المقدسات وتشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعتبر أنه غير دين إسلامي. هذا كله أصبح مسموحا الآن في الإعلام السعودي، وبالتالي التطبيع ليس بعيدا.